اليوم غادي نتكلموا على الاعفاءات الضريبيه اللي جاوا في قانون الماليه 2020 واللي غادي يتسالوا في شهر دجنبر، يعني في اقل من 15 يوم ان شاء الله. نهضروا على الاعفاء خصوصا باعفاء ديال الضريبه بالنسبه للمداخل العقاريه. كما كتعرفوا بان قانون الماليه 2020 جاب واحد تسويه للناس اللي باغيين عندهم مداخل عقاريه، غادي يخلصوا واحد تقريبا واحد 10% على المداخل العقاريه ديال 2018 باش يسويوا الوضعيه ديالهم ويبداو صفحه جديده بالنسبه للمداخل العقاريه ديالهم اللي كتجي اما من عندهم شي ابارتمون ولا عندهم ان ايموبل ولا عندهم شي فيلا كارينه وعمر ما كانوا كيصرحوا بها، غادي يمكن لهم دابا يصرحوا. ثانيا غادي نتكلموا على الاعفاء، على تسويه الوضعيه بالنسبه للناس اللي عندهم الكاش، اللي عندهم الفلوس خازنينهم في تحت الوساده او في الدار عندهم، اللي عمرو ما صرحوا به ولكن كانوا جايبينه من مداخل ديال ريفوني بروفيسيونيل او لا اغريكول. هاد الناس اللي غادي يكونوا افراد هما طبيعه الحال اللي غادي يكونوا عندهم ريزيدونس فيسكال في المغرب، غيمكن ليهم يجيبوا هذاك لو كاش اللي عندهم او اللي حاطينه في البنكة او اللي حاطينه في لي كونط كورون ديال الشركات ديالهم، او حتى الا كانوا شارين به دي بيان موبل، يعني شاري به ابارتمون او ان بيان موبل ولا ايموبل غادي نون افكتي ايوزاج بروفيسيونيل، غادي يمكن ليهم يخلصوا واحد لو طو ليبيغاتوار ديال 5% ويمكن ليهم يدخلوا هاد المحاصيل وهاد الفلوس في المسار الطبيعي، وغادي يكمل ليهم يستعملوهم باش يستثمروا فيهم او يستعملوهم بصفه عاديه. لافونتاج ديالها سي كو ما كيمكن ليهمش اداره الضرائب ما يمكنش تقول لهم ملي جاكم هاد الفلوس، لحقاش غادي يكونوا ديجا استفدوا بها مع هاد 5% اللي خلصوا. وثانيا غادي يمكن ليهم ما يمكنش شي واحد يجي يقول لهم من جاكم هاد الفلوس او يتحاسبوا معاهم على شي حاجه ويديروا معاهم تراجع. كيفاش كيمكن لي الفرد يدير هاد التسويه؟ تيمشي للبنكه كيصرح بهاد الكاش اللي عنده وكيخلص 5% في البنكه وكيكون عنده داك الورقه ديالو بانه صافي دابا راه سوى الوضعيه ديالو. وهاد التسويه كتسالى في 15 دجنبر، خصنا نسولوا باش الافراد اللي خصهم يسولوا الوضعيه ديالهم عندهم حتى 15 دجنبر باش يسولوا الوضعيه ديالهم. ثالثا واخيرا غادي نتكلموا على تسويه الوضعيه بالنسبه للشركات والمهنيين في اطار الياس لي بروفيسيونيل لا تي في ا لي دووا دونجستريمون اي دو تيمبر اكسيتيرا. دونك هاد التسويه كتم كاينين جوج خيارات، اما الفرد او الشركه تنتمي لواحد منظمه مهنيه مثلا بروموتور ايموبيلي توبوغراف، اوكيل كا غادي يسناو هاد المنظمات المهنيه مع الاداره الضرائب واحد الصلح واحد تسويه الوضعيه وكيخلصوا واحد لي مونطون على حسب الشيفر دافير ديالهم. هادي الخيار الاول. الخيار الثاني هو فاش ما كاينش هاد النوع من الصلح اللي كاين اللي تيكون مديور مع مديريه الضرائب، كيتجه الفرد الى البوابه الرقميه ديال اداره الضرائب وكيطلب واحد الطلب كيسميوه ليطا دي زيريغولاريتي. كي هاد الطلب كيدار في سيمبل وكي خرج واحد مجموعه من الاختلالات او الملاحظات اللي عند مديريه الضرائب على الفرد كسوسوا شركه او مهني بروفيسيونيل. الفرد او الشركه في الحاله خاصها تكون مع واحد مهني محاسب نوطامون اكسبير كونطابل
باش كيعاونها الجواب على الاداره على هاد ليطا، وكيدون واحد لا نوت اكسبليكاتيف على الاختلالات، باش في الاخر كنلقاو واحد لو مونطون فينال لي الشركه كتخلصو او الفرد المهني كيخلصو وكيسوي الوضعيه ديالو. لافونتاج سي كو سا كونسيرن لي زيكزيرسيس 2016-17 و كيتم اعفاء من اي تراجع بالنسبه لهاد لي زيكزيرسيس بالنسبه للفرد او الشركه اللي كدير هاد التسويه. للتذكير فقط فان هاد التسويه راه غادي تسالي في 15 دجنبر، اذا ما بقاش الوقت بزاف.